تتذكر يوم لما كهاي نهاية توم بريدر في شيء لاحظت لو وعجبني وايد قرفني وغير نظريتي على عزقة لورا قبل يعني استغفر الله ايش قاعد تقول انت ها اصلا شوف 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 انت بتفهم قصدي شوفوا هالما فور ديب مشكور على الفولو يا اخي شوف ابيكم تركزون على ورانية لورا في هالمقطع مو بطريقة من حرفة مو قصدي بس ابيكم تركزون لان بتفهمون قصدي زين ركز في هالمقطع شوف بتتفاجئ من اللي بتشوفه طالعوا الازقة شوف شفت الزق اللي طلعت شفت ولا لا وين طالع شو تنزل من برا البنطلون واحد شوف طلع شنو هاي شفت انقرفت الصراحة من هالمقطع كنت حدي مستونس على يمكن كانت ويد قوية البرطة فتشكلت في الهواء على شكل غبار المقطع كان وايد عاجبني بس عقب ما شفت هاي خلاص لا ما ابي لورا بس لا يا اخي فيها اسهال شوف مرة ثانية لازم اوه ليش خلاص ما ابي لورا يا اخي يا اخي تربط نظريتي عليها زونة طبيعية شو توقع ماكلك انت اوكي شكله شو توقع غلط يا اخي ما عليه اهم شيء المقطع صار عقب ما كملنا اللعبة فمو بلازم نشوفها بعد خلاص الحين لازم نشوف هاي اللعبة وانت لازم تشوفون مهاراتنا الحين